ضمن أنشطة تمكين النساء بمناسبة يوم المرأة العالمي، نفذ مشروع جرو جلسة حوارية بعنوان المساواة المبنية على النوع الاجتماعي. يساهم هذا المشروع في رفع قدرات النساء في مجال الطاقة المتجددة وتزويد الطاقة لمنازل النساء ومشاريعهن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. الاحتفال اليوم هذا مشروع لتمكين سيدات الأعمال وحتى ربات البيوت والسيدات فلسطين لاستخدام مشاريع الطاقة الشمسية في تزويد والاعتماد عليها في تزويد الطاقة لمنازلهم أو لمؤسساتهم أو للمنشآت التي يديرهن تدار من قبل السيدات. هذا مشروع ضمن مشاريع عديدة قامت بها سلطة الطاقة، وهذا مشروع يدار من قبل وزارة الاقتصاد الوطني. مشروع جرو هو مشروع تمكين اقتصادي للنساء بالضفة الغربية، بيشتغل على ثلاث محاور. المحور الأول هو العمل على حد أو خفض المعيقات اللي بتواجه نساء رياديات، يعني بيشتغل بوليسي وادفوكاسي وهيك. المحور الثاني هو محور تطوير قدرات وإعطاء منح ل 1200 ريادية فلسطينية، والمحور الثالث هو دمج النساء الشابات في الطاقة المتجددة والتعامل مع النساء كمستهلكات متبنيات لحلول الطاقة النظيفة، تعامل معهم وتأهيلهم يكونوا موظفات وفنيات في هذا القطاع، تعامل معهم كرياديات عندهم أفكار مبتكرة في مجال الطاقة المتجددة. وتضمنت الجلسة حلقتان نقاش شارك في الحلقة الأولى نخبة متنوعة من صناع وصانعات القرار بعنوان عوامل النجاح لغد مستدام، وتناولت الجلسة نقاشا حول بيئة الأعمال الممكنة لقطاع الطاقة وتقاطعها مع تمكين المرأة. مشروع جرو هدفه على المستوى الوطني هو التوفير في استهلاك الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة، ولكن كمان على مستوى العمل الهندسي والمهندسات هو بناء قدرات المهندسات بحيث أنهم يتمكنوا من العمل في مجال الطاقة البديلة وفي مجال التدقيق الطاقي. وعرضت حلقة النقاش الثانية نماذج لنساء رياديات نجحنا في تبني حلول الطاقة النظيفة، وحملت الجلسة عنوان إنهاء التحيز، نساء يقدرن على التغيير. منتجات غذائية، أنا الصراحة بديت مشروعي قبل 7 سنين، نحن في السنة الثامنة، بديت معجنات وطبخ بيتي وشوي شوي فتحت مطعم، فحاليا عندي مطعم نيرفانا العائلي بديره العائلة. أهميته هو بالنسبة للحياة السريعة اللي إحنا عايشين فيها وكل شيء بدنا إياه أسرع، ما في وقت للسيدة العاملة، وما أن أغلب السيدات عاملات، فهي هاي المعجينة بتعطيك نفس النكهة وممكن مرات تكون كتكلفة عليها أقل. تشكل هذه الجلسة فرصة مهمة لتسليط الضوء على إنجازات النساء ونحو تغيير المجتمع للأفضل وتمكين المرأة في عالم الاقتصاد.